السابعة مساء من أخبار المملكة. وفي العناوين: التحالف يكثف غاراته على الانقلابيين في صنعاء. جراحة الفكين تجمع نخبة من أطباء العالم في الرياض. الأندية الصيفية تفتح أبوابها لطلاب وطالبات المملكة. والقيادات الشابة تحت الأنظار في مكة المكرمة. ومن جدة تنفيذ المشاريع الاقتصادية وفق أعلى المعايير. أهلا بكم. شن طيران التحالف فجر اليوم غارات مكثفة على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، واستهدفت الغارات مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط صنعاء ومنطقة بني حشيش شرقي العاصمة. في ذات الوقت يواصل القصف المدفعي لميليشيات الحوثي المخلوع والمخلوع صالح على أحياء تعز السكنية بشكل عنيف، ومنع المتمردين المواد الغذائية من الدخول إلى المدينة. على صعيد آخر، أكدت الأمم المتحدة في بيان لها أن محادثات السلام التي تتولى رعايتها بين الحكومة اليمنية والمتمردين ستعقد في جنيف في 14 من يونيو الجاري، وتهدف المحادثات إلى إعلان وقف إطلاق النار وخطة لسحاب المتمردين من مناطق استولوا عليها منذ انتهاء الصيف الماضي. مسيرة مكللة بالإنجاز والعطاء المتميز سعت من خلالها المملكة وبشتى السبل إلى المحافظة على الأمن والاستقرار في هذا الوطن ومحاربة الإرهاب ونبذ الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. قصة هذه الجهود نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. قصة مكافحة الإرهاب في المملكة امتدت لأكثر من عقد ونصف، قدمت فيها نماذج عملية للتصدي للأفكار الهدامة كواحدة من المسببات الرئيسية وراء انجراف عدد من الشباب نحو غايات إرهابية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. عشرات التفجيرات الإرهابية هزت أرجاء المملكة وطالت مدنا ومنشآت حيوية قضى فيها أبرياء نحبهم، يقابلها إحباط عدد من العمليات الإجرامية عبر القوات الأمنية السعودية وتفكيك خلايا لمنتمين من جماعات إرهابية كأحد الوسائل المتبعة لمكافحة الإرهاب. وتعتبر بادرة إنشاء مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في عام 2006 للميلاد خطوة أولى لاحتواء المتشددين وتصحيح الأفكار الخاطئة بواسطة حوارات مع خبراء في مختلف التخصصات ضمن رؤية لتحقيق الأمن الفكري ونهج الاعتدال والوسطية. ويعتبر صدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله في ديسمبر 2013 للميلاد مكملا للجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب ومقننا للإجراءات النظامية. ومع كل هذه الجهود ما يزال المواطن السعودي رجل الأمن الأول يكافح الإرهاب يدا بيد بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأن الأهداف التي تقوم عليها الجماعات الإرهابية أصبحت مكشوفة ومعروفة للشعب السعودي الذي لا يشك أحدا بولائه لدينه ووطنه. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة سعود الشيباني، صحفي مختص بالقضايا الأمنية. أهلا بك أستاذ سعود. أهلا، مساء النور. مساء الخير أستاذ سعود. بداية، مشوار طويل في مكافحة الإرهاب عاشته المملكة خلال عقد ونصف تقريبا من الزمن، أين برأيك وصلنا حتى الآن في مكافحة الإرهاب؟ أولا يا سيدي، طبعا سؤالك جميل ويحزنني أن الإجابة تكون قصيرة بسبب ضيق الوقت، لأن هذه الجهود طول العمر من الصعب جدا أن توجزها في كلمات، لكن لعلي أستشهد طول العمر بكثير من القياديين طول العمر أو القيادات ورؤساء الدول، على سبيل المثال أمريكا، بريطانيا، الصين، عندما أشادوا بجهود المملكة في مكافحة الإرهاب. إحنا الآن طول العمر ولله الحمد طول عمر الجهود التي بذلت طول عمر في مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية والخطط، كانت هناك كثير من الدول طلبت المملكة الخطط التي بذلتها السعودية، وقامت
تطبيقها لديها الهدف منها هو مكافحة الإرهاب. وطبعا احنا نعلم ان الإرهاب طال عمر لا وطن ولا دين له، فالإرهاب في طال جميع الدول، وايضا وكان من ضمن هذه الدول والذي كان بشراسة عام 2000 تقريبا و3 حدث في المملكة العربية السعودية خلال هذه السنوات الماضية. وأنتم ذكرتوا في التقرير إن شاء على سبيل المثال مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة ساهم بشكل كبير جدا في تعديل مسير كثير من أبناء الوطن الذين تورطوا في بعض العمليات أو كانت لهم ارتباطات في بعض العمليات الإرهابية. المملكة الآن تعتبر من تعتبر الأولى في دول العالم في إجهاض كثير من العمليات. لعلي أستشهد بتصريح الأمير نايف رحمه الله قبل وفاته بعام عندما ذكر بأن الأجهزة الأمنية بالسعودية ساهمت في إجهاض 225 عملية إرهابية كانت على وشك التنفيذ. فلعلك أخي أن تتصور أنت والأخوة المشاهدين لو نص هذه العمليات تم تنفيذها في المملكة ماذا حيحدث لأرواح البشر واقتصاد الوطن وسمعة البلد؟ لا شك بأن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية بالسعودية في بسط الأمن، إجهاض كثير من العمليات، ولعلي أشير إلى آخر عملية حدثت في مسجد العنود عندما ساهمت الأجهزة الأمنية في إجهاض عملية لو حدثت داخل المسجد لكان ضحايا بالمئات. طيب سعود، هل نحن أمام يعني المملكة خلال الفترة الماضية هل نجحت تحديدا؟ هناك العديد طبعا من أنواع الإرهاب حتى العابر للحدود، لكن السؤال الأهم هل نجحت المملكة حتى الآن في إيجاد ربما حلول للإرهاب الذي يكون مبنيا على معتقدات أو مبنيا على إرث عقدي، أم أنه جميع الإرهابيين الذين على الأرض أو الذين واجهتهم المملكة هم يسعون خلف ربما مسببات سياسية يقودها الإسلام السياسي والأفكار السياسية؟ الإشكالية سيدي أن هناك بعض الأبناء الوطن أو بعض الشباب الوطن العربي مغرر فيه لا يعلم الأجندة التي تنفذ وتدار من دولة إقليمية. لعلي أكشفنا وكشفت عنها كثيرا في لقاءات صحفية هي دولة إيران. نحن نعلم صحيح. جيدا بأن إيران طول العمر هي متلطخة أيديها بكثير من العمليات الإرهابية، ليس باعتراف سعودي الشيباني إنما باعتراف كثير من المسؤولين حتى المسؤولين الإيرانيين عندما هددوا المملكة وبصراحة. نعم. كثير من المسؤولين عندما صرحوا طول عمر لما دخلت المملكة العربية السعودية في دولة البحرين صرح كثير من المسؤولين وقالوا أن السعودية سوف تدفع ضريبة دخولها، وأيضا ساهم في جنون وتخبط إيران عندما قادت المملكة قوات التحالف على إعادة الشرعية اليمنية. من هنا يعني كثير من الأبناء أو جزء من الأبناء الذين تورطوا في بعض هذه العمليات لا يعلمون شيئا عن ما يحاك في الخفا أو ما يحاك لهم، وهم أدوات للأسف الشديد. الأشخاص اللي تم ضبطهم في الآونة الأخيرة اللي عددهم 26 في الخلية التي تورطوا بمقتل الشهيد الجندي الغامدي في أمن المنشآت وتنفيذ عملية الجديح. نعم. اعترفوا بأن هناك تلقوا تعليمات من خارج المملكة وهم يشيرون إلى إيران، وأيضا طبعا لم تكن يعني هم لم يتلقون شخصيا من إيران لكنهم تلقوا من داعش الذي مربوط داعش بإيران. طيب. أيضا نقطة واضحة، أنا أعتذر منك الأستاذ سعود الشيباني صحفي مختص بالقضايا الأمنية، شكرا جزيلا لك وأعتذر لضيق الوقت. فئة الشباب تحت الأنظار في مكة المكرمة، إذ يعمل حاليا فريق عمل متخصص لدراسة أفضل السبل لبناء قيادات شابة متميزة في القطاعات الحكومية المختلفة. هذا ما أعلن عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل خلال اجتماعه مع قيادات معهد الإدارة العامة. ناقش سموه أيضا آليات الاستعانة بالخبرات والتجارب العالمية المختلفة وإمكانية تنفيذ حقائب تدريبية وبرامج متنوعة ومخصصة يخضع لها موظفو الإدارات الحكومية في المنطقة لرفع مستواهم الوظيفي وتحسين أدائهم.
للوقوف على أبرز ما توصل إليه الطب في مجال جراحة الفكين، احتضنت مدينة الرياض نخبة من الأطباء المتميزين في مجال الفكين وبحضور ثلة من الشركات الطبية المحلية والعالمية. أحمد العبد الكريم حضر المؤتمر وعدد. أقيم المؤتمر السعودي الأول لإصابات الوجه والفكين بمدينة الرياض نظرا لكثرة الحوادث المرورية في المملكة، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا من حيث الوفيات والإصابات سنويا، حيث يبلغ عدد الوفيات 12,000 حالة ويبلغ عدد الإصابات 40,000 حالة سنويا. نظرا كثرة حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية، من هذا المنطلق رأينا الضرورة القصوى لإقامة مثل هذا الملتقى، والذي ينقسم إلى جزئين. القسم الأول عبارة عن إلقاء محاضرات علمية من قبل 4 أساتذة وخبراء من عدة دول أوروبية، من بريطانيا ومن ألمانيا ومن النمسا ومن هولندا، بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم الأطباء على استخدام الشرائح المعدنية والمسامير الجراحية في تثبيت كسور عظام الوجه والفكين. يهدف هذا المؤتمر إلى عرض أبرز ما توصل إليه الطب في مجال علاج إصابات الوجه والفكين. من أهم أهداف المؤتمر هو تدريب أبنائنا أطباء الورد السعودي لجراحة عظام الوجه والفكين، برامج الماجستير الأخرى اللي تبع الجامعات على كيفية استخدام الصفائح المعدنية لتثبيت الكسور الناجمة عن حوادث الفم والوجه والفكين. أقيم المؤتمر السعودي الأول لإصابات الوجه والفكين تحت رعاية هيئة التخصصات السعودية بالمملكة. لبرنامج أخبار المملكة، أحمد العبد الكريم، الرياض. إدارة التعليم بالأحساء تستعد حاليا لاحتضان الطلاب في أنديتها الصيفية الأربعاء الموزعة على قرى مدن الأحساء، والتي سوف تنطلق فعاليتها غدا الاثنين. تعمل الأندية على صقل مواهب الطلاب ومهاراتهم واستثمارها بكل ما يعود بالفائدة على الطفل وأقرانه، وذلك من خلال المنافسات الرياضية والاجتماعية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأندية الطلابية الصيفية بالمملكة والبالغ عددها 280 ناديا عن استقبالها للطلاب في موسم الإجازة وتقديم كافة البرامج التطوعية والخدمية لهم، بهدف توفير كافة سبل الراحة للمسافرين وتقديم الخدمات وفقا على المعايير العالمية. سلمت الهيئة العامة للطيران المدني موقع مشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم إلى الشركة المنفذة بقيمة إجمالية تزيد على 1.48 مليار مليون ريال، على أن ينفذ خلال 3 سنوات ويستوعب 3 ملايين مسافر سنويا في رحلات داخلية وخارجية. يتضمن المشروع الجديد أيضا إنشاء مبنى للصلاة الرئيسية وصالة كبار للزوار، مسجد المطار ومواقف سيارات متعددة الطوابق لضمان سهولة انتقال المسافرين من وإلى المواقف بعيدا عن حرارة الشمس. تشهد منطقة جدة حالة من النهضة الاقتصادية يتم ترجمتها على أرض الواقع عبر المشاريع السياحية المقامة وفق أحدث المعايير والمقومات الدولية التي تعمل على جذب الأهالي والسياح من الداخل والخارج. سلطان السلمي ومزيد من التفاصيل. ثلاثون يوما هو الزمن الذي يفصل أهالي جدة عن الاستمتاع بمنتزه ذهبان البحري النموذجي والواقع بمنطقة خليج سلمان شمالي المحافظة، وبمساحات بلغت 110,000 متر مربع، منها 41,000 مناطق مزروعة وبإطلالة بحرية بطول 1200 متر مربع. منتزه ذهبان مخصص للعائلات بمساحة تقدر ب 110,000 متر مربع، بواجهة بحرية بطول كيلو 100 متر تقريبا، ومساحة المسطحات الخضراء الموجودة في المنتزه تقريبا 50,000. يتكون المنتزه من مسجد
60 وحدة لدورة مياه مقسمة، دورة مياه رجال ودورة مياه نساء، ملاعب متعددة الاستخدامات، مظلات، مناطق مخصصة للألعاب الأطفال، مناطق أيضا مخصصة لممارسة التمارين الرياضية، إطلالة جميلة للمنتزه هبان البحري، ويعتبر من أوائل وأهم المنتزهات البحرية المخصصة للعائلات في مدينة جدة. ويشمل المنتزه على مسجد وممرات للمشي وجلسات عائلية وملاعب كرة قدم وأخرى متعددة الاستخدامات وتجهيزات رياضية وألعاب أطفال وشاطئ رملي ومنطقة الصيد، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون ريال. لا تزال أمانة جدة تقدم مشاريعها السياحية بتصاميم عالمية وبوتيرة متسارعة، وبتنفيذ مهندسون سعوديون بهروا الأهالي وجذبوا الزوار. لبرنامج أخبار المملكة، سلطان السلمي، جدة. أبرز العناوين التي تهمك. تنظم الجمعية العلمية القضائية السعودية قضاء بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ملتقى جمعية قضاء عن الهيئة السعودية للمحامين يوم الاثنين المقبل، وذلك لاستعراض ومناقشة تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. عقدت هيئة تقويم التعليم العام أول اختبار لأخصائي وأخصائيات تقويم الأداء المدرسي للحصول على الرخص المهنية لتقويم الأداء المدرسي، وذلك ضمن مشروع التطوير المهني لمختصي تقويم الأداء المدرسي. سيرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا القافلة الإغاثية البرية 34، والتي بلغت حمولتها أكثر من 100 طن من المواد الغذائية المتنوعة المخصصة لإغاثة عائلات وأسر الأشقاء اللاجئين السوريين. دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة ماليزيا المواطنين الراغبين في السفر إلى مملكة ماليزيا بقصد الدراسة إلى ضرورة الحصول على تأشيرة دراسية، وأن القدوم لغرض الدراسة بتأشيرة سياحية يعد مخالفا للنظام ويعاقب عليه القانون بالسجن والإبعاد من البلاد. مستمرين معكم بعد الفاصل. مهرجان الحبحب بوادي الدواسر يجذب السياح والزائرين. أهلا بكم من جديد. من تحت قبة الشورى أبرز ما رصدناه لكم. يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية 45 والتي تعقد يوم غد الاثنين استكمال تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، والاستماع لآراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1435-34 للهجرة، إضافة إلى مناقشة مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، ومقترح تعديل الفقرة ألف من المادة 16 من النظام الصحي. يعتبر سوق القيصرية أحد المعالم السياحية بمدينة الهفوف، ويعتبر وجهة سياحية لزوار من شتى الدول العربية والأجنبية لما يحوي بين جلباته من إرث تراثي كبير. الزميل صالح المري لديه المزيد. سوق القيصرية هو سوق تاريخي يقع في الأحساء شرق المملكة، من الأسواق الشعبية التاريخية. ارتبط اسمه باسم الواحة التي لعبت على مدى تاريخها في دفع الحركة الاقتصادية والأثرية والتاريخية للمملكة. طبعا سوق القيصرية يعتبر من الأسواق العتيقة في منطقة الأحساء، يرجع تاريخه تقريبا إلى فترة ما قبل
قبل الفترة الهينستية قبل الميلاد والفترة بعد الميلاد أيضا. وطبعا الاسم يدلك على قدم السوق، طبعا اسمه القيصرية. القيصرية ما لها دلالة عربية تحديدا، هي تقريبا لها علاقة بالقيصر أو المكان الذي أنشأه القيصر أو الذي قام بحماية القيصر، وهي عبارة عن مبنى مستطيل الشكل توضع فيه الأشياء الثمينة للمواطنين وتقلق في فترة الليل لتكون بمكان آمن عن اللصوص والسرقات الليلية. هو عبارة عن صفوف من المحلات تقع في ممرات مغلقة، ويشبه بناء السوق الطرازي العثماني. ويشتهر السوق ببيع وخياطة البشوت الملكية ومحلات الملابس والأحذية المصنوعة يدويا، وكذلك محلات العطارة والأعشاب وبعض المنتجات الشعبية والتراثية القديمة. السوق القصرية من الأسواق القديمة في الأحساء، ويرتادها الخليج، القطريين والإماراتيين والبحرينيين والكويت وكل يجي. طيب أنت كم صار لك يعني في السوق؟ والله أنا صار لي مدة طويلة، صار لي حدود يعني حوالي 50 سنة في سوق القصرية، من أنا شباب لين أنا حين ما شاء الله أنا 65 سنة عمري. الله يبارك فيك. كنا نشتغل في الخياطة من على زمن الملك فيصل الله يرحمه، وكنا تحولنا من الخياطة إلى النشاط هذا. لأخبار المملكة، صالح المري، الأحساء. رسم معرض ملتقى ألوان السعودية المتنقلة البهجة على وجوه الزائرين، وذلك خلال أول أيام افتتاحه ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 36. يتضمن المعرض 60 صورة متنوعة تعد نافذة لزوار المعرض على مقومات المملكة السياحية والتراثية، وتبرز الجمال والتنوع التراثي والثقافي والطبيعي والحضاري للمملكة. وتعمل الهيئة العامة للسياحة والأثار في المنطقة على تطوير الأماكن السياحية والتراثية لخدمة المواطنين والزائرين. مهرجان الحبحب بنسخته الثالثة انطلق من محافظة وادي الدواسر وسط تواجد حشود من أهالي المنطقة والسياح والزائرين للاستمتاع بالعروض الشيقة والمتنوعة. المزيد مع سلطان دغم. مهرجان الحبحب يسعى للتعريف بالمنتج الزراعي الأكثر شهرة بمحافظة وادي الدواسر من خلال احتفال أهالي المحافظة بالمزارعين وتكريمهم كل عام. تشارك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في فعاليات المهرجان من خلال تبادل الأفكار والندوات والورش وبرنامج الطفل والأسرة التي تخدم كافة شرائح المجتمع. يعتبر مهرجان الحبحب بوادي الدواسر هو من المهرجانات المتميزة إن شاء الله تعالى، ونحن دورنا كمنظمين بإذن الله نحن نسعى إلى إيجاد كل جديد وكل إن شاء الله ما يخدم هذه المحافظة الطيبة بإذن الله تعالى. مشاركتنا في مهرجان الحبحب هي عبارة عن برامج ترفيهية وثقافية نقدمها لرواد هذا المهرجان، ومشاركة مشرفي النشاط بالنادي وأيضا طلاب النادي وفرقة الكشافة بالنادي. في كل عام يجتمع أهالي محافظة وادي الدواسر لمدة 4 أيام للاحتفال بمنتج الحبحب وتوزيع أجود أنواعه مجانا على الزائرين، معبرين عن مدى اعتزازهم بالمحافظة على زراعته وتصديره إلى جميع مدن المملكة. والله الشاطر راعي المزرعة اللي يزرع مبكر يصل إلى 3500 إلى 3000 إلى 2500، هذا اللي يزرعون مبكر، زراعة مبكرة يعني يسبقون المزارعين بعشر أيام 15 يوم، هذا يلحقون سوق طيب. طبعا مهرجان الحبحب الثالث كان لإدارة التعليم مشاركة فيه في إقامة مرسم حر للأطفال في الهواء الطلق، وهذا بإذن الله بيستمر جميع فترة المهرجان لمدة 5 أيام. في أخبار المملكة، سلطان دغمان، نجران. جوعان الشباب بالتقرير، ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟ حدث في مثل هذا اليوم لعام 2003 عودة تلفريك الهدى بمدينة الطائف للعمل مجددا بعد عملية صيانية دورية خضع لها من قبل خبراء عالميين استعدادا لموسم الصيف، ويربط التلفريك بين قمة جبل الهدى ومنطقة الكر، وتبلغ عدد عرباته 52 عربة معلقة. عالم شبكات التواصل الاجتماعي، ماذا يدور فيه؟
تداول مغردون صورة لتجاوب أمانة منطقة الرياض مع بلاغ أحد المغردين خلال نصف ساعة من الإبلاغ عن حفرة في وسط الطريق قد تؤذي المارة. التغريدة لاقت صداها وتباين التفاعل معها بالتعليقات حول الخدمات المقدمة والتطبيق المجاني للتبليغ وأثره في سرعة التجاوب مع المشكلات الطارئة وحلها خلال فترة قصيرة. وأشار المغرد بأن هذا التجاوب يحسب لأمانة المنطقة في تحسين خدماتها وسرعة التجاوب مع البلاغات الخاصة في أعمال الصيانة والحفر. نهاية أخبار المملكة لهذا اليوم، أترككم مع توقعات سيدي اليوم.